يعني والله قصة غريبة، لهلأ ما كنتي تلاقي شركة إنتاج تتبناكي وتعمل لك هالسي دي؟ لك آه لو قدرت كنتي شايفتيني عم تمرمط هالمرمطة. الفن ما عاد بده صوت حلو بس، إذا الواحد ما عنده إدارة أعمال قوية تأمن له حفلات وتعمل له سيديات بضل الفنان مثل ما هو. لك إيه ما اختلفنا، بس يعني لاقي لك شي مدير إنتاج شاطر يتبناكي. إيدي بزن نارك، لقيته وقصرت. يلا الله بيفرجها. هاي صبايا. رورو حبيبي، بدي عارفك رفيقتي المطربة نسرين اختي رولا. هاي تشرفنا. أهلا وسهلا. بس يعني كأنك مطربة جديدة بصراحة ومن دون زعل، أنا ولا مرة سمعت باسمك. نسرين من الأصوات اللي بتاخد العقل، بس المسكينة ما عندها حظ لتنشهر. أوف ليه؟ قلتلك الشغلة مو حظ، الشغلة كلها إدارة أعمال ناجحة. حتى لو البنت صوتها مو حلو، مع إدارة أعمال ناجحة بتصير نجمة. ولا مالك شايفة كم نجمة غناء أصواتهم نشاز؟ ها إيه. طب وانت ليش حتى ما تحطي مدير اعمال شاطر؟ يرجعنا لنفس القصه، لاقي لي مدير اعمال شاطر وانا بوقع له على بياض. شو بك يا رورو؟ ما بدك تطلبي لي شيء؟ بيبي هلا صحيح الفنان لازم يكون في عنده مدير اعمال؟ طبعا روحي طبعا. لينجح الفنان او الفنانه لازم يكون عنده مدير اعمال، واللي ما عنده يا بيضل مكانه يا بيفشل. اوف لهالدرجه؟ وأكثر روحي. معناتها إدارة الأعمال للفنان كتير مهمة. طبعاً روحي، لأنه مدير الأعمال هو بيقول له المطرب غني هاي الغنية لا تغني هاي، هو بيتفق مع الشعراء مع الكتاب مع الملحنين، هو بيتفق مع الحفلات، يعني شغلة كبيرة، هو بيقبض المصاري. إيه بس كأنه هون إحنا معنا مديرين أعمال للفنانين. في حبيبتي بس مو كتير، لأنه مدير الأعمال لازم يكون ذكي، حربوق، بيحكي لغات، عنده علاقات برا، مشان يقدر ينسق الأمور بين برا وجوا مشان الحفلات. روحي كأنه شبعنا من الفواكه، جعت متت، حطينا الشغلة ناكلها. تكرم عينك، شو عبالك تتعشى؟ نواشف ولا شي تاني؟ أي شي. طب قوم ساعدني. بيبي روحوا للبيبي. بيبي بدي اسألك، هلا إدارة الأعمال تبع الفنانين، الواحد شو بيستفاد منها؟ يعني بقصد هلا مدير الأعمال معقول يتعب ويزبط كل شيء للفنان وبالآخر يجي هو ياخذ كل شيء على بعد مستريح؟ لك لا روحي، بالعكس بالعكس، مدير الأعمال اوريدي هو بيكون عامل عقد مع المطرب، له راتب وله نسبة من كل الحفلات اللي بيعملها، شغلة كبيرة بيستفاد كتير منيح، غير السبونسرات اللي بيجيبها، غير انه بيقولوا له مثلا انه زبط لنا جبنا يا للمطرب، بيجيبه مثلا بياخد عليه براني، كتير منيح، يمكن بيطالع مصاري اكتر من الفنان. والله معناتها مدير الاعمال عز ومال وشهرة. روحي شو صاير لك انت، احكي لي، لا تكوني حابة تصيري مديرة اعمال شي نجم وما بدك تقلي لي. بيبي انا نعسته بدينا، انت شو؟ وانا نعسته بدينا، انت شو؟ وين الصعوبة بالقصة؟ يعني كيف بدنا نأمن لها حفلات وسفر وكليبات؟ والله الشغلة مو شغلتنا ولا بنفهم فيها. ولك ما بدي فهم القصة. هلا انت مو معك قرشين من يمتيهم بالبنك؟ بلا. وبتعرفي المحلات وصحابها؟ يعني تقريبا. هلا انت حتى لو ما بتعرفيهم في له اي بيعرفهم؟ ايه. هيك بنكون أمننا الإنتاج والحفلات. وقصي أبر قلبي بيكتب وبيعرف نص ملحنين البلد، وكمان هيك بنكون ضمننا كم غنية بأقل التكاليف. ساعتها يا أم الرور أنت بتكوني المنتجة وأنا مديرة الأعمال، وخدي على القص ذهب. طيب لو القصة سهلة هيك كانت كل العالم اشتغلت هالشغلة. إيه بس مو كل العالم جوزة كاتب، ولا كل العالم جوزة تاجر وبيعرف نص البلد. فشو قلتي؟ حبيبتي نسرين، ريما رح تنتج لك السي دي وأنا رح كون مديرة أعمالك، يعني مسؤولي عنك بكل شيء، اوكي؟ رح نأملك شوية حفلات ورح نشوف لك هيك حدا ظريف يعمل لك فيديو كليب، وما تاكلي هم وين رح ينعرض بأي محطة، لحنا المسؤولين عن هذا الشيء. فشو رأيك؟ أنا موافقة، بس أنت شو حتستفادوا؟ آها شو رح نستفاد؟ حبيبتي بما أنه أنا مديرة أعمالك رح آخذ مني 25%، ورمروم بما أنه هي المنتجة رح تاخد مني 25% على كل حفلة بتعمليها لمدة 5 سنين. بس هيك مو كتير؟ بتقولي حتدفع من جيبتك؟
حبيبتي انت دافع شيء من جيبتك؟ يعني انت رح تدفعي شيء وحتنعزي وحتنشهري ونحن اللي حندفع المصاري ورح نعطيكي 50% ونخليكي هيك معززه مكرمه. ما شو قلتي؟ انا موافقه. امتى حنبلش؟ كتير منيح. اليوم المساء بتجوا لعندي وبتنقوا هيك كم غنية. تمام؟ تمام. بس خلصنا حكي شغل بقى؟ ايه. عشان نطلب شي ناكله. فقررت انا وريما نعمل عقد احتكار وننتج لسيدي ومنه كمان بنعمل له فيديو كليب. شو رأيك؟ بتكون معنا ولا لا؟ هلا للأمانة فاجأتيني، بس بتعرفي يعني جوزك مستحيل يتركك لحالك لأنك انت معتمدة علي. بس ليك بيبي من هلأ اهو، مو يعني إذا بتكون معنا بالشغل بتعمل معلم. المعلم أنا. لك عراسي أحلى معلم بالكرة الأرضية. بما أنك معلمتي، في مجال تطعمي لشغيلك لأني ميت جو؟ مع أني أنا المعلم، بس يلا أمري لله. مو مشان شيها، بس كرمال تاكل وتركز بقى تعمل لي كم غنية مثل عالم الناس. وما تسترخص لأنه اليوم بدهم يجوا وبتخلص بقى من قصة كلمات الأغاني. إيه بيبي؟ حاضرين، بس في مجال نعرف شو اللون اللي بيناسب صوتك؟ يعني مشان اكتب لك احلى اغاني. طب انت ليش ما بتعمل كذا غنيه وبس تجي بتسمع صوتك بتقرر؟ ايه مو على راسي. مو على راسي الجمال. مو على راسي الحلاوه. خلص رح اعمل لك غنيه. ليك ريما، هلا نحن اتفقنا وسلمنا تكون مستقبلي، بس من هلا ما بقبل تنفرض علي ولا غنيه. مو لانه قصي زوجها لرولا، صف لي كم كلمة يقول لي هي غنية، إذا ما اقتنعت بالكلام ما بقدر غنيها. هذا حقك وأنا ما برضى بغير هالشي. وبيناتنا قصي بيكتب كلام بياخد العقل، بس أنا ما رضيت أحكي هالكلام قدام رولا وقصي مشان ما يكبر راسه. لكن إذا ما نجح هالسيدي أنا أكتر وحدة بدي اتضرر. لهيك نقي الكلام واللحن اللي بدك إياه على مهلك، لأنه خبرتك بالنهاية هي أهم شي. مدام هيك اتفقنا، تفضلي ما بدنا نتأخر على الجمال. يلا. بعيد البيت من هون؟ لا لا، شغلة نص ساعة ونوصل. اوكي. شو اللون اللي بتحبيه؟ بشكل عام بغني كل الالوان، من الطربي للشعبي، بس انا بفضل اللون الشعبي. مثل ما انكم شايفين هلا الغنية الشعبية ضاربة، كل ما كانت قريبة من العامية بتكون سهلة لتحفظ الناس. انك دخيل اللي خلقك على هالحكي، بهي معها حق والله العظيم، لانه يعني هي الاغاني التربية والتعقيدات خلص خلصت موضتها من زمان. هلا الناس بتحب الدبكة، الفرفشة، الرقص، الشغلات الحلوة. هي مالك شو سلك روحي؟ لا تواخذينا بس نحن بنحب نمزح. طب ممكن تسمعينا شيء هيك على ذوقك؟ الزمن متسلط علي ولا جار ولا جار ولا صاحب وقف يمي ولا جار. الله. والله قتلني وما حمل نعشي ولا جار وعاقب ريمار ما حفنة تراب. يا يما يا يما. الله. شو ها؟ طب شو هيك اللي تغني لنا شي برقص؟ ما طيب يلا اوكي يلا ماشي ماشي يلا. من اغلى ناسي من اغلى ناسي يا روح اقلى والصار من اغلى ناسي يا روح اقلى والصار من اغلى ناسي فوق على راسي ريم على راسي حبكم عمر ايه والله فوق على راسي حبكم عمر ايه والله فوق على راسي لا تسألوني لا تسألوني عن دمعتي جوا العين عن دمعتي جوا العين لا تسألوني حكي الشماتة حكي الشماتة صدقوني قلبي خاف حكي الشماتة صدقوني قلبي خاف حكي الشماتة. بتكون الصراحة تفاجأت من الكلمات اللي بيكتبها قصاي. عن جد؟ يعني حبيتيهم ولا عم تحكي هيك لقصي جوزي؟ لكن نسرين كل شي بدك تقولي لي قولي بكل صراحة. وصلي يعني. يعني انت مقتنعة عن جد؟ عن جد عجبيني كتير الكلمات، خصوصا اذا ترافقوا مع لحن حلو ضارب. السي دي حيكسر الدنيا. طيب منيح كتير. وهلأ شو رح تكون خطوتنا التانية؟ انا بقلك
قصي يقبر قلبي رح يحكي مع كذا ملحن بالبلد ويعطيهم الكلمات، وبس يصيروا جاهزين نحن منسمعهم. إذا اعتمدنا عليهم وطلعوا حلوين منبلش بقى نسجل الأغاني، وبعدين منبلش نحضر لحفلة كتير كبيرة. أهم شي يكون الموزع شاطر والاستوديو احترافي حتى يكون التسجيل بمستوى الكلام واللحن. هادشي أكيد. أنتي كل شي عليكي إنه تغنين لبصوتك الحلو وتركي الباقي علينا. ولو ألو، يسعد لي هالصباح أستاذ فؤاد، كيف صحتك؟ أنا بعتذر عن فيقك بكير، بعرفك بتتأخر بالنومة. تحياتي إلك أستاذ، إيمت فيني شوفك؟ أكيد أستاذ في شي ضروري. امبارح اجتمعت مع مطربة صوتها كتير حلو واتفقت أنا وياها على 5 أغاني لألبوم. أي والله، هي قالت لي أعطيهم لملحن أنت بترتاح بتشتغل معه، وأكيد أنت يعني صديق وغالي وأنت معلم الملحنين. على عيني يا أستاذ. أني ساعة؟ 5؟ وين بتحب؟ حلو، بنفس القهوة. أوكي أستاذ، الله معك الله معك الله معك، مع السلامة. هات لنراجع الأغاني. ايه سيدي، الكلمات عبوا براسي مزبوط وبلشت تطلع الالحان. الحمد لله، هذا اهم شيء. ايه لا سيدي، هو الحمد لله على كل شيء، بس هالمطربة دفيعة ولا من جماعة عطيني وما معي وبكرة واستنى؟ بهذا الموضوع لا تاكل هم، اصلا هي ما دخلها القصة، عند مرتي وبنت حماي، يعني حط ايديك ورجليك بمي باردة. ايه اذا ايه، قوم لنشوف هالمطربة قبل ما تطير الحان من راسي. شرف. ايه لحظة ابو عشاء، شو شرف ايه؟ انا ما بحب العشاء الله يرضى عليك. بدك لحن مرتب بتجيب لي جار حلو مرتب، اتفقنا؟ اتفقنا لعيونك، احلى 2 كيلو نابلسية، بس طول بالك لتدق للبيت خليهم يجهزوا الامور. والله بكفوا شايفهم، بس انتوا على ما يبدو قوم هلا. ايه هلا ما بحب العشاء. ايه يا خانوم، انا بوعدك ان شاء الله بدك تكوني نجمة مصر الأولى من محيط الخليج. بس أنا لا تقاطعيني، أنا ما بحب اللي بيقاطعني إلا أستاذ قصي. المهم سمعينا سيبي صوتك الرنان لحتى ننبسط كلياتنا، يلا تفضلي. أنا بعد شفت منك مالي رغبة بعد حين، أنا عالم وانت عالم نلتقي كل الصعب، سنين متحمل عذابك شايل الهم والجروح، كافي طلعت روحي منك لا تجيني يلا روح. جيت وجابك حبيبي من بعدته للمغيبي، من بعدته للمغيبي، ولا ناوي يا حبيبي تغرق الغرقان أكتر، تغرق الغرقان أكتر. حايرة والشوق بين عيونك، خايفة تحبين ولومونك. حايرة والشوق بين عيونك، خايفة تحبين ولومونك. باقي بنص الدرب محتارة، ما تعرفين هذا العشق وسرارة. باقي بنص الدرب محتارة، ما تعرفين هذا العشق وسرارة. والسهر دبل سواد عيونك، خايفة تحبين ولا مونك. لا لا أستاذ، نحن بأقرب وقت نكون جاهزين. بعرف والله بعرف، بعرف انه حضرتك مشغول كتير، بس نحن بس مشان نعمل حجز مبدئي للاستوديو. اكيد 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 استاذ، يعني اكيد قبل يومين بخبرك طبعا. ماشي حبيب القلب، ماشي، الله معك الله معك، مع السلامة. مع مين كنت عم تحكي؟ مع الموزع روحي مشان نحجز الاستوديو. كتير
كتير منيح. ليك بيبي نحن بلشنا نخلص، لهيك بدي اياك تجهزي هيك حملة إعلانية ما صارت، ايه؟ بدي كل العالم تنطر الحفلة. ايه مو تكرم عينك حبيبتي، هاي مو مشكلة. روحي هلا القصة جد، يعني ما عاد فيها رجعة، هاي آخر مرة عم بسألك، يعني حبيبتي أنت حاسبتيها منيح؟ لأنه القصة مو سهلة، فيها خربان بيوتها. لك ليش أنت هيك؟ آه لك ليش ما عندك ثقة فيني وذكائي؟ ليك الأمور ماشية وعين الله عليها، ولا يعني أنه أنت ما بتحب حدا يكون ناجح مثلك؟ آه واحد غيرك لازم يكون طاير عقله بوحدة مثلي. تقبريني أنا والله مبسوط وطاير عقلي، بس مشان ما تيجي تقليلي ما قلتلي القصة كتير صعبة. ها بس ما قلتي لي شو سر هالعزيمة الحلوة هيدي؟ بصراحة؟ طبعا بصراحة يا سيدي، أنا عملت مشروع إنتاج سي دي لوحدة مطربة رفيقتي، وتقريبا صرنا جاهزين من كل شيء لحتى نعمل حفلة كبيرة وتغطية إعلامية حتى نقدر نطلع التكاليف. هلأ برافو إنك أنت نفستي وخططتي واعتمدتي على حالك، بس وين كانت المشكلة وكنتي خبرتيني؟ تعرفيني أنا شاطر بهالمجال هذا، كنت ساعدتك. حبيبي نحن بس كنا بدنا نعمل لك ياها مفاجأة، بس من أول ما قررنا نعمل هالمشروع أنا ورولا أنت كنت أول واحد بحساباتنا. كيف؟ يعني حبيبي نحن معتمدين عليك لأنك بتعرف أصحاب الأوتيلات والمطاعم الفخمة كلها هون وبرا، عرفت كيف؟ فيعني بدنا منك يا أما تعطينا أرقامهم يا أما تحكي لنا معهم لحتى نأمن الحفلات. فتحت أمك حبيبي، فتح فتح فتح. ولا بدك تتركني أغرق؟ ما حتتركني، بدك تساعدني. ما طبعا بدي ساعدك. شو رأيك بالمطعم الحلو؟ كتير فخم. ليش؟ لبين ما تخلصي أكلك بكون أنا اتفقتلك على الحفلة هون. عن جد عم تحكي؟ تقبر قلبي. فتحت أمك، أنا بدي طعميك بإيدي أنا. كسرتيلي ضهري بهالشيلة هاي. يا عمري هات تساعدك. مسكي التحتانيات. حبيبتي هاي الكتالوجات كلها والمجلات تبع موضة هالسنة، بس ممكن افهم بقى شو بدك تعمل فيهم؟ أنا ناوية لبسها ونقي لها كل شيء، لأنه ما بدي إياها تلبس على ذوقها. يا عمري إحنا شو دخلنا لنلبسها؟ شو دخلنا؟ مو أنا مديرة أعمالها؟ لازم أنا أكون مسؤولة عن لبسها وعن حكيها مع الصحافة والإعلام، ولا فكرك لحنا نتعب وهي تجي تقطف كل شيء هيك على المسرح؟ يا لطيف شو مكي هدى، يا لطيف. شوفي هات شوفي لي هالمجلة هاي، شوفيها موديلات بتاخر رأي. صحيح زيري شو بدي نقي لها هيك كم لبس سبورة مشان البوسترات، لأنه ناوية أعملها ضجة إعلامية ما صارت. أي ليش لا؟ تفرجي تفضلي، هاي أبيه سبور شيك سهرة كل شي بدك اياه. لا تحكي لا تحكي قبل المرحبا والأهلين يا نور العين، بتوصيل على كاسة شاي دبل دبل سكر لعيونك. حسون كأنك تأخرت. لك هلا بحكي لك. قول استاس كاسة شاي على كيف كيفك للأساس فؤاد، حط لي فيها نص كيلو سكر على راسك. فؤادو لعيوني شو الأخبار؟ تاج راسي الأخبار تمام التمام، الست نسرين الله يفتح عليها حفظة الكلمات، ومهندس الصوت عم يحضر الشغل على التمام، مو بقيان الا ننزل نحن والست نسرين ونسمع الكلمات من صوت الرنان ومن الحان اخوك فؤاد. فؤاد عيوني هلا انت معلم بالتلحين، حسب خبرتك يعني الاغاني رح تنجح؟ سيد راسي هي ما حبيتها منك بنوب، انا ملحن، انا الملحن فؤاد وبدون فقر. لك انا ما بحط ايدي بطبخه وبتتسح. لك وينك؟ أنا ملحن لنص الكرة الأرضية، يعني لا تواخذني بالكلمة. بعدين الست نسرين بهالسيديهات بدها تكون قنبلة الموسم. لك ومو بس بهالموسم، بكل موسم كمان. شو تاج راسي جاهز؟ هذا الوقت حقه مصاري لك ابني. جاهزين جاهزين. يلا بلش بلش، عطية إشارة عطية. كل ما تمرق بستناك.
بقلبك محلاك شو هالشبوبية نعمة بقلبك محلاك شو هالشبوبية كل عمة بقلبك محلاك شو هالشبوبية ايه حبيبي انا فارت نعصيت نوم بدك تنام وتتركني بهاللوصة لحالي؟ هي بدل ما توقف معي وتقعد جنبي تساعدني بأهم يوم بحياتي المهنية؟ حزيشو أكيد هالغنية رح تكسر الدنيا بعد ما سجلتها هي بالاستديو بالله يسمع روحي صار لي 3 ساعات قاعد جنبك ما قلتي لي شو ساعدك قلي لي شو خدمك قلي لي هلا أنت متأكد أنه وصلوهم كل العالم اللي كتبنا أساميهم بطاقات الدعوة صحفيين والمذيعين وهدول؟ حبيبي ما في حدا كتبنا اسمه إلا ما وصلته الدعوة وجاي والأسام اللي أعطاك ياهن لؤي أوعك حبيبي هدول أهم شي طمني حبيبي ماني نسيان حدا معناتها ليك شو بكرة ما بتروح الجريدة أول ما بتفيق الصبح بتروح المطعم بتشوف التجهيزات كليات الإضاءة والصوت والطاولات طيب حبيبي روقي 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 لأنه أول شي أنت لازم تقومي تنامي مشان بكرة تفيقي مرتاحة لأنه لازم تكوني متألقة ومشان تروحي تديري بالك على كل شي قلتك بننجح بإذن الله ننجح حبيبي هذا الجمال كله ما بده ينجح إجباري بده ينجح روحي أنت لازم تقومي يعني شو بكون ملبكين كلياتكم اسمعوا اسمعوا رح يبلش المؤتمر بعد نص ساعه سوسو كوني قويه مثل ما فهمتك ها اوكي ايه انت ما بيخاف عليك ما سجلت بس كل شيء قلت لك اياه بالحرف بتقولي هيك حبيبتي يعني ما تخلي على المؤاخذه هيك مصرياتنا تروح على الارض لياكي ما كنت حبيبتي انتوا كلكم متلبكين هدوا اي شيء له علاقه بالاسئله الصحفيه بتساليني الي انا بقول لك شو تقولي شو تعملي بس خلص هيك ما في شيء يعني يلا دقيقتين يلا تفضل تفضل لوين على المؤتمر يلا تفضل حبيبي لا لازم تقويه انت لازم تقويه فهمي حبيبي انت لازم تقويه انت اهم حدا في العالم عارف يعني شو يا الله شو فرحانه يا قصي لك شفت العالم كيف طاير عقلهم بنسرين وبغنيه شفتي كم صحفي عمل معها لقاء بعد الحفلة؟ والله هي البنت بتصير قنبلة الموسم مثل ما قال فؤاد يا لطيف على هالنسوة شو نسيت؟ عزمنا كل العالم على الحفلة وفؤاد الملحن ما عزمناه والله يفضحنا بكرة هي منيحني ما عزمته يخرب بيته هذا الإنسان شو فضيحة كان إجا إيش كل شيء أكل على الطاولة وراح قلتك يا الله يا بيبي ما بتتخيل بكرة شو عندي شغل أنا شو عندك روحي؟ يييي عاد شو عندي؟ عندي أكثر من 20 عقد لحفلات بين هون وبرا بجوبهم غير اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية كتير عندي شغل بيبي كتير يا الله لا يضيع لك تعب لكان روحي فوتي نامي وارتاحي مشان بكرة تفيقي هيك مصحصحة وتظبطي أمورك كلها بيبي روحي أنا كتير تعبانة شو هالحكي؟ عم تحكي جد؟ في مجال أنا شيلك على الأوضة؟ حبالي روحي أكيد بس ما تبغى شوفوني يا حبيبي ألو أريما ليه عم تبكي؟ شو؟ طب ابعتي لي رسالة لحتى أشوفها باي شوفي يا حبيبي عن نسرين بعت لها مسج لريما ونازلة بكي شوفي يا رسالة ما بعرف كيف بدي اشكرك انت ورولا على اللي عملتوه معي كان نفسي ودعكم قبل ما اسافر بس بعد ما رحت وقعت عقد لحفله كبيره كتير بدبي واضطريت اسافر فورا بوساتي الكم بحاول اشوفكم بس ارجع شلون يعني شو جنت هي لك انا مديره اعمالها كيف بسافر من دون ما تخبرني كيف لك كيف بتمضي عقد من دون ما تستشيرني قصاي حبيبي بيسألك سؤال هلا انتو وقعتوا مع عقد احتكار لهي المخلوقة ليش نحن ضروري نكون موقعين عقد؟ طب نحن متفقين على كل شيء
يعني ما في شيء قانوني بيثبت انه انتم مدراء اعمال. يا الله نسيت بالعجقة، بس نحن متفقين كنا على كل شيء. بقوا بسلامتكم. شو قصدك؟ قصدي حبيبتي انه هاي المخلوقة نصبت عليكم، عملت عقد برا، ما فيكم تعملوا معها ولا شيء، يعني ضحكت عليكم. تعيشوا وتاكلوا غير. انت السبب، ولك انت الحق عليك، لك بتعرفني من الاساس ما بفهم بالقصة، ليش ما قلت لي؟ ليش؟ ليش؟ لك انت قضيت على مستقبلي، لك خربت لي حياتي. كل هاد مشان ما كناش أكثر منك.